للسنة السادسة على التوالي، نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق مخيمها السنوي لأطفال الرعية الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات. إلى التفاصيل. يسوع بيحبنا، عنوان المخيم السنوي السادس الذي نظمته مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق بالتعاون مع شمامسة المطرانية. واشتمل المخيم على مجموعة منوعة من الفقرات الروحية منها والترفيهية، والتي هدفت بمجملها إلى تقديم صورة مبسطة للأطفال عن حياة يسوع على الأرض وكيف نحيا حياته المقدسة بكل حب واتضاع، بالإضافة إلى فقرات للرسم والأشغال اليدوية وقصص وألعاب مختلفة. واستمر المخيم لثلاثة أيام متتالية، شارك به ما يقارب 200 طفل من أبناء الرعية ملتئمين في مجموعات عدة التقوا فيها حول كلمة الرب وتعلموا فيها من خلال النشاطات التي أقيمت أن يسوع يحبنا ويدعونا دائما لنكون معه. هدفنا ورسالتنا أنه نخلي الأولاد يعرفوا أنه يسوع بيحبنا، وعن طريق الألعاب وعن طريق أنه يتعلموا أشياء بالكنيسة ويتعلموا أشياء تانية بالمختبر وبالحواس الخمسة وبالمطبخ. طبعا بنحب نشكر فضائية ميرسات على تواجدها ودعمها الدائم لنا. يسوع بيحبنا هو عنوان استوحيناه قبل 6 سنين، وبيهمنا بالموضوع انه نعلم الاولاد محبه يسوع لنا، محبه ربنا لنا من خلال فقرات دينيه وترفيهيه، وبنحاول نجذبهم للكنيسه بهذه الطريقه. وبنحب نذكر انه الكشافه بتعمل كثير نشاطات، منها لافراد الكشافه والعديد منها لافراد الرعيه وابناء الرعيه، وهذا من النشاطات اللي احنا بنحضرهم كل سنه لرعيتنا ولافراد رعيتنا عشان نجذبهم ويحببهم بحضور الكنيسة والكشافة أكثر. شكرا. وزار سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن المخيم، واطلع مع المشرفين عليه على فقراته مشيدا بأهمية مثل هذه اللقاءات في تعميق النمو الروحي للأطفال. مخيم له عنوان خاص جدا حبيته كثير، هو يسوع بيحبنا، ومنه سهل انه يكتشف اولا المسيحي، ثانيا كل انسان انه يسوع بيحبنا. ديس بولس في الرسالة بيقول أحبني وبذل نفسه عني. الحب في المسيحية هو منه عاطفي ولنه شعور فقط، هو أكثر من ذلك، هو تضحية بالذات لأجل الآخرين. وأملي أنه الكشافة اللي عم يهتموا بهالأولاد أنه يقدروا يعطوا من ذاتهم من أجلهم، يقدروا يوعون على محبة يسوع لألهم كأولاد وعلى محبة الكنيسة اللي حضنتهم اليوم بالمطرانية. هذه مناسبة بالنسبة لي كمان أني أشكر الكشافة بأبرشية بيترا وفيلادلفيا بشكل عام، صاروا متواجدين بأكثر من رعية على كل النشاطات اللي عم بيعملوها داخل الرعاية، إن كان بعمان، إن كان بمفرق، إن كان بالحصن، إن كان بإربد وغيرها من الرعاية منتشرين فيها. شكر كبير لألهم، لأنه دائما في سهر بالرعية، دائما في مرافقة للمطران بزياراته الرعوية، دائما في نشاطات
داخل الرعي، إن كان مع التوجيه، إن كان مع الأولاد، إن كان مع الكبار بالعمر، وهن عملوا مخيمهم السنوي كمان، كان مخيم ناجح جدا جدا.